أهلا بكم في حلقة جديدة من مراسلونا حول العالم، البرنامج الذي نقدمه بالتعاون مع إعلاميين من دول مختلفة. رحلتنا اليوم متنوعة، نبدأها هذه المرة من مالي، حيث اشتدت الأزمة فيها بين حركات الطوارق المتمردة والحكومة المركزية، ووصلت حدة هذا الصراع قمتها مع إعلان دولة للطوارق في شمال البلاد العام الماضي، وما تبعه من انخراط حركات إسلامية متطرفة إلى تدخل القوات الفرنسية التي جاءت لمساندة القوات الحكومية ضد سيطرة الإسلاميين. المتضرر الأكبر من هذه النزاعات هم في الدرجة الأولى الأهالي الذين لا حول لهم ولا قوة، فقد شرد هذا النزاع المسلح الآلاف من بيوتهم، واضطر الكثير من الماليين إلى اللجوء إلى بلدان جوار كموريتانيا والنيجر والجزائر. فما هي الظروف التي يعيشها هؤلاء الآن كلاجئين؟ التقرير التالي للأمم المتحدة يأتيكم من داخل أحد مخيمات اللاجئين بالنيجر. يهربون من وطنهم خوفاً على حياتهم، فبعد أكثر من عام على اندلاع الفوضى في مالي يتجه العديد من اللاجئين إلى هذا المخيم في النيجر. فاطمة وليد عبدو واحدة منهم. كان علي أن أهرب لأنني كنت خائفة من أن أتعرض لهجوم، كما خفت على أطفالي أيضا. وبعد كل ما رأيته لا أعتقد أنني سأرجع مرة أخرى. النزاع في شمال مالي بين القوات الحكومية والمتمردين أجبر 500,000 شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة. مريم صادو وأطفالها الثلاثة وصلوا إلى المخيم منهكين وجائعين. عودة وعمرها 12 شهرا فقط تعاني من المرض وحالتها تزداد سوءا. زرما لاجئة من مالي. عودة مريضة منذ شهر تقريبا، عندما حاولت والدتها إطعامها تقيأت كل شيء، وهي تعاني من الحمى كل ليلة، وفي الطريق كانوا يأكلون مرة واحدة في اليوم. أحضرت مريم ابنتها عودة إلى المستوصف الذي تدعمه منظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، حيث يقدم غذاء يوميا لحوالي 1200 طفل. وتقول ديالو مرياتو من مركز الإغاثة الإسلامي العالمي: كل طفل يحصل على 3 وجبات، ولدينا أغذية جاهزة خاصة بالأطفال. ولكن عودة أبت أن تأكل شيئا. قاس أخصائي تغذية محيط الذراع الأيسر لعودة وأكد أنها تعاني من سوء التغذية ونقص شديد في الوزن. عودة يجب أن تنقل إلى المستشفى. في غرفة الطوارئ تؤكد العديد من الاختبارات أن عودة لابد أن تبقى في المستشفى، كما يقول كبير الممرضين مهمان إسوفو. ستتعافى قريبا إن شاء الله. المواد الغذائية والرعاية الطبية التي تصل إلى المكان تساعد حتما، ولكن المخيم لا يملك سوى القليل لإبقاء اللاجئين على قيد الحياة. مستقبل مجهول ومهجور كالصحراء التي تحيط بهم، ولن يتغير ذلك إلا بوصول المزيد من المساعدات في أقرب وقت. نتجه الآن إلى أمريكا اللاتينية وبالتحديد إلى نيكاراغوا، بلد البحيرات العظمى والأنهار، ومن بينها بحيرة نيكاراغوا التي تعد أكبر بحيرة في أمريكا الوسطى. المؤسف في الأمر هو أن نسبة تلوث المياه في هذا البلد قد وصلت إلى حد خطير، وذلك نتيجة للصرف الصحي من جهة والتخلص من مخلفات المصانع في البحيرات والأنهار من جهة أخرى. في التقرير التالي لماريون هوتر نتعرف على مبادرة ألمانية نيكاراغوية مشتركة وجدت حلا لهذه المشكلة. صيد السمك في بحيرة ماناغوا. لا تزال هذه الحرفة مصدر الدخل الوحيد بالنسبة للعديد من السكان هنا. يصطاد هذا الرجل الطعوم ليستعملها في اليوم التالي. ما زال زملاؤه في الخارج يعرضون صيدهم. الصيادون سعداء بأن المياه أصبحت أقل تلوثاً الآن، فحياة الصيادين شاقة بما فيه الكفاية.
يعيل هذا الصياد مثلا أسرته المكونة من 8 أفراد. تعمل محطة المعالجة هذه على جعل البحيرة أكثر نظافة. نلاحظ نحن الصيادين الفرق بوضوح. مقارنة بحال البحيرة في السابق أصبحت الأسماك أكثر صحة، ونستطيع نحن وأسرنا الآن أكل صيدنا دون أي مشاكل. تقع محطة المعالجة على مشارف ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، ولعقود طويلة كانت مياه الصرف الصحي التي يخلفها أكثر من 1,000,000 شخص تصب في البحيرة مباشرة. تغير الوضع فقط منذ عام 2009، أصبحت مياه الصرف الصحي التي يخلفها نحو 3/4 سكان العاصمة تصب هنا. جولة في محطة التكرير، يتعلم الطلاب تخصص اقتصاد المياه. يتم تصفية أكثر من 90% من المواد الصلبة هنا كما يقول أحد العاملين. النتيجة هي أن المياه ليست صالحة للشرب، ولكنها أصبحت أفضل بكثير من ذي قبل. التكنولوجيا الحديثة للمياه النظيفة. يحلم الكثير من الطلبة بالعمل هنا. هذه المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ماناغوا هي الأولى من نوعها في المنطقة، لا يوجد لها مثيل في كل أمريكا الوسطى. بلغت تكلفة هذا المشروع حوالي 25 مليون يورو، ونظم بنك التنمية الألماني عملية التمويل. أما الجهة المانحة فهي الوزارة الألمانية للتعاون والتنمية، وخلال عامين سيتم تسليم المشروع لفريق العمل بقيادة إلزي بروكمان من هيئة المياه الوطنية إنيكال. وحتى ذلك الحين يجري الآن تدريب الفنيين المحليين حتى يتمكنوا في المستقبل من تشغيل المحطة دون الاعتماد على أي مساعدة خارجية. تبلورت فكرة جديدة لتوفير تكاليف تشغيل المحطة. تتم معالجة الطين ليتحول بفضل التهوية ودرجة الحرارة العالية إلى حبيبات جافة ليصبح في النهاية سماداً طبيعياً جديداً. يأتي الآن بعض المزارعين للحصول على هذه الحبيبات وتجربتها ويتحملون تكاليف المواصلات بأنفسهم. أول زبون هو مربي حيوانات ومزارع. ريكاردو كورونيل ليس بالمزارع العادي، فقد عمل سابقا في وزارة الزراعة. يخصب ريكاردو أرضه بالحبيبات من محطة المعالجة. ولكن هل يمكن أن يصبح هذا السماد بديلا عن الأسمدة الاصطناعية؟ نعم، أعتقد بأنه سيصبح قريبا بديلا للأسمدة الاصطناعية. هذا هو الطريق الصحيح، فعدد السكان في تزايد مستمر. من المعتاد استخدام روث الماشية في الصين، ويجب علينا القيام بذلك أيضا. يستطيع هذا المزارع توفير تكاليف 30 طنا من الأسمدة الاصطناعية إذا استخدم سماد الحبيبات البديل، وفي هذا مصلحة له. كما تستفيد المحطة أيضا بتخلصهم من الطين بسهولة. التخلص من النفايات المحولة مهم أيضا بالنسبة للقائمين على المشروع، لأنه يحد من التغير المناخي، لأن الأسمدة الاصطناعية مصنوعة من النفط. كلما استطاع المرء استخدام السماد البديل عوضا عن الأسمدة الاصطناعية، ساهم ذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. الحد من الاحتباس الحراري وتحسين نوعية المياه مفيد أيضا للبيئة. بحيرة ماناغوا تصب في بحيرة أكبر بكثير، وهي بحيرة نيكاراغوا التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن العاصمة. هنا تقع مدينة غرناطة القديمة التي تعود للفترة الاستعمارية. تعتبر المدينة أهم مزار سياحي في البلاد لتميزها بالمباني الجميلة. لكن الشوارع التي تبعد بضع مئات من الأمتار عن مركز المدينة تبدو أقل جاذبية، فواحد من كل 4 منازل مرتبط بشبكة الصرف الصحي. ويسعى بنك التنمية الألماني إلى توفير الإمكانيات هنا أيضا، فالتلوث يؤثر على مياه الشرب وقد يؤدي إلى أمراض خطيرة.
تنعكس مشاكل الصرف الصحي على صحة الناس هنا بشكل واضح، فهنا تنتشر العديد من الأمراض المعدية. مشاكل مياه الصرف الصحي ليست مجرد تلوث بسيط، وإنما له عواقب صحية. يرغب هيلجيان بالمساعدة أيضاً. يجب زيادة عدد المستفيدين من نظام الصرف الصحي في مدينة غرناطة من حوالي 25% إلى 80%، والجزء الثاني من المشروع يهدف إلى إصلاح محطة المعالجة المعطلة. فالماء لا يزال ملوثاً بالطحالب الملوثة ومخلفات المنظفات بعد المعالجة، كما سيتم استثمار أكثر من 17 مليون يورو في غرناطة من أجل تحسين المياه ومن أجل الحفاظ على مياه بحيرة نيكاراغوا نظيفة. هذا هو أكبر خزان للمياه الصالحة للشرب في أمريكا الوسطى. أستراليا هي واحدة من أكبر دول الهجرة في العالم، وهي تستقبل أكثر من 140 ألف مهاجر سنوياً من مختلف أنحاء العالم. تقريرنا التالي لبيل كود مراسل قناة SBS الأسترالية يسلط الضوء على المهاجرين من نيوزيلندا الذين سكنوا جنوب غرب البلاد، والذين يعانون في السنوات القليلة الماضية من مشاكل اجتماعية واقتصادية وتمييز عنصري في موطنهم الاختياري أستراليا. الشمس والتزحلق على الماء وتوفر فرص العمل جعلت من منطقة كوينزلاند بجنوب غرب أستراليا محط أنظار النيوزيلنديين. يقدر عدد من يعيش منهم في أستراليا حسب إحصاء 2011 بنصف مليون شخص، 8.5% من سكان الساحل الذهبي لأستراليا من النيوزيلندا، وفي عموم أستراليا تصل نسبتهم إلى 2%. جاء جميع للبحث عن حياة أفضل. تقوم فيكي بقى بإدارة مركز الجوار في إحدى ضواحي الساحل الذهبي. أكثر من 60% من عملائها هم كيويز، هكذا يسمى النيوزيلنديون هنا. تهتم فيكي بقضايا المهاجرين الذين يحملون إقامات خاصة ويستثنون من دفع بعض الضرائب ومدفوعات التقاعد. عندما يفقد المرء عمله يعرف حينها قيمة الحصول على حق الإقامة. لكنها تقول إن التوفير الحكومي سيجعل برنامج مساعدة الباحثين عن عمل ينتهي خلال أسابيع، وسيبقى المهاجرون دون مساعدة. هذه الجدة وصلت إلى الساحل الذهبي، تعمل كمساعدة في متجر بدوام نصف يومي كي تعين ابنتها المراهقة وطفلها. رغم أنهم يحصلون على إعفاءات ضريبية للأسر، لكنهم يفتقدون لدعم الأمهات أو المساعدات الاجتماعية، فقد هاجروا إلى هنا بعد عام 2001 حين تم إقرار قانون المساعدات الاجتماعية الجديد. لا ترغب ابنتي في التعريف بنفسها، وهي تعيش هنا منذ أن كانت في العاشرة من العمر، درست في المدرسة ولا ترغب المغادرة. الأب لا يسمح لنا بترك البلد. مستقبلنا في نيوزيلندا مجهول، وليس لدينا أقارب هناك. يعتقد الناشط ديفيد فولكنر أن تغيير قوانين الهجرة عام 2001 قاد إلى المزيد من التمييز داخل أستراليا. في العام الماضي ساعد ديفيد عائلة طفل يعاني من شلل أطفال، رفعوا دعوى ضد ولاية كوينزلاند متهمينها بالتمييز العنصري بعد أن أوقفت المساعدات عنهم لأنهم أجانب. يعامل النيوزيلنديون كمواطنين من الدرجة الثانية. حكومة كوينزلاند عقدت معهم اتفاقا خارج القضاء. خلال سؤال وجهه تلفزيون SBS أجابت حكومة كوينزلاند أنه يجب توفير دعم عام لمعايير الاختيار، وستضمن القوانين الجديدة معاملة النيوزيلنديين كباقي المهاجرين. لكن الهجرة بالنسبة للنيوزيلنديين إلى أستراليا وفرص حصولهم على عمل هي أسهل مما هي عليه بالنسبة للآخرين. لجنة برلمانية أوضحت خلال العام الماضي المصاعب التي يواجهها النيوزيلنديون الراغبون في الحصول على الجنسية الأسترالية، وقالت: على الرغم من أن الأستراليين المقيمين في نيوزيلندا يتمتعون بحقوق واضحة، إلا أن النيوزيلنديين المهاجرين حديثاً إلى أستراليا لا يمكنهم الحصول على إقامة لذوي الكفاءات، وبالتالي لن يتمكنوا من الحصول على حق الإقامة الدائمة أو التجنس.
جونيور وسيسيل من أصول سماوية ويدرسان في جامعة جريفيث. لا يملكان حقا للحصول على قرض دراسي أو أي دعم مادي، وعليهم العمل لتغطية نفقاتهما. علي اليوم أن أعمل بمكانين مختلفين بالإضافة إلى حضور محاضرة، وعلي أن أتناسى أنه لا وقت لدي للدراسة. التفكير بالعودة إلى نيوزيلندا وترك الدراسة هنا صعب. من الصعب علينا التأقلم مع الحياة هناك. أستراليا أصبحت وطني. ورغم كل الصعوبات، هناك إشارات على الرغبة بالنجاح. من يمتلك الإرادة سيتمكن من الدراسة. ورغم أن المناقشات بين رئيسي وزراء أستراليا ونيوزيلندا حول هذه القضية قد فشلت، لكن سيسيل وجونيور يتطلعان لإكمال طريقهما فيما يعتبرانه وطنهما الجديد. التقرير التالي لقناة أون تي في ينقلنا إلى مقبرة شاسعة في القاهرة تحولت إلى تجمع سكني للفقراء. مدينة الموتى اسم أطلق على أكبر مدافن مصر، والتي أصبحت تضم الأحياء إلى جانب الأموات. الملايين لجأوا إلى مدينة الموتى بسبب أزمة السكن، ويقومون بحراسة القبور والاهتمام بنظافة المدافن مقابل الحصول على مأوى. أجيال جديدة ولدت ونشأت في هذه المدينة، حيث الظروف المعيشية السيئة مع عدم توفر الكهرباء أو أنظمة الصرف الصحي، ومعظمهم يعيشون على أمل واحد، وهو السكن يوما بين الأحياء. سكان المقابر في مصر شهدت أعدادهم زيادة ملحوظة في العقود الثلاثة الأخيرة، حتى وصلت إلى 1.5 مليون مواطن حسب آخر الإحصائيات. وبالرغم من وعود الحكومات المتعاقبة، لكن شيئا لم يتغير. هنا في هذا المدفن ما زال يعيش بعضهم. دنيا ذات 25 عاما ولدت بهذا المدفن وتزوجت وأصبحت أما للطفل. رحنا قدمنا في الشقة وفي المعيش، لأن والدي طبعا راجل كبير ومش ملوش معيش. رحنا قدمنا، ادونا أرقام كده، رحنا سألنا على الأرقام، قالوا لنا روح ورا المحافظة، وبعد المحافظة تروح مش عارفة مكان تاني، والمكان تاني المكان تالت، وهكذا. والحمد لله رب العالمين عايشين زي ما احنا، لا حد ادانا حاجة ولا حد قال لنا أي حاجة خالص. ظروف صحية سيئة تعيشها العائلات مضطرة لممارسة حياتها اليومية بمياه غير نظيفة وبدون صرف صحي، وهذا بالتأكيد يضعف احتمالات إصابتهم بالأمراض الخطيرة والمعدية. احنا ندخل المياه دي على حسابنا، جايبين مواسير ودخلناها، وبالنسبة للصرف عاملين حاجة اسمها ترانش. الترانش ده بيجي حد ينزحه كل ما يتملي، وبعد كده بندفع له حق. الكثير من مالكي المقابر يغلقون أبوابها حتى لا يتم احتلالها من قبل بعض الذين لا يمتلكون أي مأوى. العم طارق والد دنيا، عمره 52 عاما، أحد الحانوتية بمقابر الغفير، عاش هنا وتعلم المهنة من والده. أصحاب الحشين أساسا ما بيحبوش حد هنا، ما بيحبوش حد سكان، لأنهم مش مجبرين، هم طلعوا لقونا احنا يعني أصحاب الحشين طلعوا لقونا احنا في الحشين. هو برضه مش مئز لما مثلا يجوا مثلا عندهم دفنه ولا حاجه معاهم ناس، واغلبيتهم ناس غتب واغلبيتهم ناس بتواد عاليه، بيقرفوا مننا، ما بيعبهمش عشان لان احنا طبعا مشيتنا بسيطه. ظروفهم الاقتصاديه الصعبه جعلتهم لا يبالون ان تم استغلالهم من اجل مصالح سياسيه مع غياب تام لدور الدوله. جاي واحد فرق علينا برضه ورق بارقام تليفونات كده، اتصلنا قال لك كارد حسن ومش كارد حسن، واحنا تبع جمعيه الاخوان المسلمين، واحنا هنديكوا الكارد الحسن دوت، بس الشرط الوحيد ان تشتركوا في جماعه الاخوان المسلمين. بصراحه انا عن نفسي قلت انا موافقه ان انا اشترك طالما هتحل لي مشاكلي وتخرجني من اللي انا فيه، لان انا عايشه مهدده. وما زالت عائله دنيا مهدده، حالها كحال الكثير من العائلات هنا، فيلجؤون لطرق قد تكون قاسيه. كعم سيد الذي ولد منذ 51 عاما بمقابر الغفير، ويعيش برفقه زوجته وابنائه، ويعمل كموظف حكومي. فمين عايز يعيش في التراب؟ انا النهارده عايز امشي، بنتي عايزه تمشي، عيالي لما طلعوا لقونا كده عايزين يسيبونا ويطفشوا. انا عندي عيل لما اعظى السنه دي ثالثه ثانوي، وقعدته خلاص عشان يقدر يساعدني. محمد ذو 15 ربيعا لا يحمل له المستقبل اكثر مما ناله والده، ومع تركه للدراسه تتضاءل احتمالات انتقاله واسرته من تلك المقابر. ومصير سمير لا يختلف كثيراً عن مصير ابن عمه محمد وغيرهم من الأطفال هنا. ما عايزين نمشي من هنا، ولا مش عايز أعيش هنا،
عباره شغاله على واقف تلم مصاريفها وكل شيء يسالنا على مصاريف على مصاريف على مصاريف المجموعه المجموعه وانا ببقاش معاها فلوس ادفعها. رغم تضاعف أعداد سكان المقابر خلال القرن الماضي، يستمر تجاهل أوضاعهم ومطالبهم لحياة آدمية، ومن المتوقع أن تزيد أعدادهم وتتجاوز من يعيشون خارجها. ننهي الحلقة اليوم بتقرير فيه نشاط وإقبال على الحياة. ففي تقرير قناة نوفا تي في نتعرف على سيدة بلغارية مغامرة ذكرتني بمقولة الشباب شباب القلب. هذه السيدة طلبت هدية بمناسبة إتمامها 81 عاما، هدية فريدة من نوعها. دعونا نتعرف عليها. 62 عاما تفصل فاسيليا عن أول مرة قفزت فيها بالمظلة، ففي عام 51 قفزت للمرة الأولى إذ تلقت أنذاك دورات خاصة عندما كانت تلميذة، إذ كانت تقفز مرتين في اليوم. على الرغم من أنها لم تقفز منذ ذلك الحين، إلا أنها كانت تنظر طيلة السنوات الماضية إلى السماء وتفرح عند رؤية طائرة قريبة. في السنة الماضية تحدثت مع حفيدها عن الماضي وعن سنوات التقاعد المملة، وعندها قررت أن تتغلب على ذلك وتركب الطائرة، والسبب كان قبل 4 سنوات توفي زوجي وكنت حزينة جدا. عندها قلت لنفسي أنا بحاجة إلى تجربة مثيرة تعينني على نسيان هذه الخسارة. أحب هذه الرياضة الخطيرة وأنا مغامرة، لا أشعر بالخوف قبل ركوب الطائرة، بل أشعر بالفرحة وأنا مستعدة تماما. ابن فازيليا جاء من مدينة ميونخ الألمانية إلى بلغاريا لمساندة والدته، وهو يريد أن يقفز بالمظلة أيضا. لكن لماذا يريد القفز مع والدته؟ إنها مغامرة مثلي، وهي تؤمن بمبدأ أن سن المرء غير مهم، المهم هو كيف يشعر. أمي تحس بأنها في غاية الشباب عندما تقفز بالمظلة، وأنا كذلك. من الصعب ألا تفتح المظلة. سوف نقفز معا وأتمنى أن تستمتع السيدة بذلك. لكن هل سبق له أن قفز مع شخص متقدم في السن إلى هذا الحد كفازيليا؟ كلا، لا أعتقد. وماذا عن المخاطر؟ كلا، ليس هناك أي مخاطر. إذا كان الشخص بصحة جيدة فليس هناك ما يعيق قيامه بقفزة جيدة وهبوط آمن. القفزة من ارتفاع 3000 متر، الهبوط الحر يدوم 40 ثانية، وعلى ارتفاع 1500 متر تفتح المظلة. كانت التجربة رائعة. ممتاز، أتمنى لك كل التوفيق. هل ستقفزين العام المقبل مرة أخرى أم أنك اكتفيت بهذه القفزة؟ بالطبع سأفعل ذلك، كان ذلك رائعا. ممتاز جدا، تجربة رائعة للغاية. رؤية الغيوم والتحليق فوقها لحظات لا تنسى. إذا بقيت على قيد الحياة فسآتي في العام المقبل. نعم سآتي، سأفعل ذلك مرة أخرى بعد احتفالي بعيد ميلادي. بعد قفزها تحصل السيدة فازيليا على شهادة للقفز. يسرني أن أعلن أن سيدة بعمر 81 عاما شرفت نادينا بقفزتها. تتابع فازيليا بسرور قفزة ابنها، وفي العام المقبل سيشارك حفيد فازيليا أيضا في تقليد الأسرة للقفز بالمظلة. إذن بهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. إلى اللقاء.